كان هنالك احد الحكام اسمه مكتوب بالتاريخ يقال له طغرل، الظاهر انه رئيس السلسله السلجوقيه. نذكر هذه القضيه للاهتمام بالصلاه، وان الانسان يجعل الصلاه عذرا لكل شيء ولا يجعل اي شيء عذرا للصلاه. اي عمل عنده واحد يتركه لاجل الصلاه. كان عنده وزير ذكر عنه انه كان رجل متدين مؤمن عالم، هذا كل يوم بعد صلاة الصبح كما كان يفعله آباؤنا وأجدادنا، احنا خو منهجنا جدا تغير، كانوا يصلون صلاة الصبح، قبل كانوا يصلون صلاة الليل، بعد صلاة الصبح كانوا يقعدون في مصلاهم إلى أذان إلى طلوع الشمس بالذكر والتعقيد. كاتبين في أحوال أحد العلماء أنه كان بعد صلاة الصبح يسبح تسبيحة الزهراء صلوات الله عليها، ومع كل كلمة يعني مع كل الله أكبر تجري دموعه، يقول فد الله أكبر ويبكي، يقول فد الحمد لله ويبكي. وكان هذا الذكر يعني تسبيحة الزهراء تأخذ منه إلى طلوع الشمس يعني حدوث ساعة، هالشكل كانوا. على كل حال احنا منهجنا هواية ابتعاد. فكان هذا الوزير العاقل المتدين يجلس بعد صلاة الصبح ويسبح الله ويذكر او يقرأ القرآن الى الطلوع، وبعدين كان يجي عند السلطان. في يوم من الايام السلطان بعث إليه في مهمة عاجلة، فجاءوا إليه وهو في مصلاه بعد صلاة الصبح وقالوا له إن السلطان يريدك، السلطان يريدك. فلم يلتفت إليها، قالوا له مرة ثانية السلطان في قصره يريدك وعنده شغل عاجل، فلم يعتني به. مرة ثالثة قالوا له فلم يعتني بها، فرجعوا إلى السلطان وقالوا إن هذا الوزير لم يعتني. فاستشاط السلطان غضبا ويتأثر. إلى أن بعد فترة بعد ساعة كذا إجا الوزير، كاتبين اسمه في التاريخ أيضا وكنيته أبو منصور، فجاء فالسلطان أخذ يصرخ في وجهه لماذا تأخرت؟ فقال أيها السلطان أنا عبد لله أولا وخادم للسلطان ثانيا، أنا أول لازم أفرغ من وظائف العبودية بعدين آتي إلى خدمة السلطان. هذه الكلمات اللي كانت خارجة من قلب الوزير سكنت غضب السلطان وقال له أحسنت، بارك الله فيك، بمثل هذه الروحية تحفظ البلاد. هكذا تحفظ البلاد. الإنسان يجب أن يعلم أولا أنه عبد لله، وثانيا يشتغل بشؤون الحياة. هذا الإنسان لازم يخليه في سفره وفي حضره. يجب أن نحاول أن نهتم بالصلاة، هذه الصلاة التي نصليها ربما تكون صلاتنا الأخيرة، واحد ما يدري الدنيا ما فيها أمان. الأحاديث تقول هكذا صلوا.